بينا وبينكم أحلى كلام. شنشن ديس فقاتني ما يلي غريبة. بينا وبينكم أحلى كلام. وسهرة تجمع كل الأنغام في لمة على الأف إم. البدر وأنوار من حسن بيحتار وما يبني الدار بالريحة وبالجية ساعة لما يعدي فكري يجيبوي لما يعدي يجيب ويودي دق القلب تهدي لما يمس علي لما يمس علي حبيبي وعناي لو في وسط مية حبيبي وعناي عناي متواصلين معكم لحدش وواحدة واربعين دقيقة على موجاتنا وبرشا التعليق أكثر تعليق الآن ولت المهندس الصوت حسن المحمدي بقت ورد لحسن المحمدي الذي أخرج اللقاء بامتياز برافو حسن الزهرة أيضا برافو خونا حسن محمدي على اللمسات الفنية شكرا شكرا للجميع وجاي لتعليق الكل إن شاء الله تبعا كنتوا تسمعوا منذ قليل في النجم اللبناني علي أحمد علي اللي دائما مميز في حضوره مميز أيضا باختياراته الغنائية وكل مرة يكون عنده الجديد اللي يكون معنا في لما على اف ام علي أحمد معنا مباشرة على موجة إذاعة تطاوين علي مساء النور مساء الخير حبيبي كلك ذوق على المقدمة الحلوة الله يخليك سعادة جدا أنك تكون حاضر معنا الليلة في لمتنا وأيضا مع باقة من الأغاني إن شاء الله اللي باش ترفقنا الليلة في سهرتنا والإمضاء أيضا لعلي أحمد علي عندي مدة معناها ما عرفت أخبارك وعندي مدة ولما حالة غابت عني أخبارك وجديدك في الفترة هذه الأخيرة لشنو تحضر الفترة هذه؟ أول شيء كالعادة بحب مسي عليك وحب مسي على كل مستمعي تونس الحبيبي اللي أنا بحبكم كتير ومش أنتوا بتكونوا سعيدين أنا بكون أسعد من أن أكون موجود معكم لأنه برجع بقول لك هذا شرف لألي أني عم طل من خلالك من خلال إذاعتكم إذاعة تطاوين اللي أنا بحييها كتير على كل الجهود وعم يوصل الأخبار عن النجاحات ومجيد أنت دايما مثل ما بيقولوا مسبع الكرات يعني بهنيك وبهني كل شعب التونسي فيك يعيشك الله يخليك وبهالفترة كنا نزلنا أغنية مجددة للفنان راحل محمد عبد الوهاب واللي عمل لك إيه قلبي بالإضافة لعدد من الأغنيات اللي كانوا سبق ونزلين وعم بلشت الإذاعات تحط الأغنية وأكيد كان حصة عنكم بتطاوين أنها تنزل الأغنية عنكم إن شاء الله يا ربي أن الأغاني الكل موجودين ما شاء الله معناها ينضافوا أكيد لخزينتنا حتى كل مرة إن شاء الله نمروهم الأغاني هذوما أنا حبيت أنه قلت في الأول أنه والله كنت مبرمج علي أحمد أنه الأسبوع الجاي لأنه الأسبوع الجاي وافق 12 ماي اللي أنا حسها خاصة مش كلها بطبيعة أنا حسها أنا بشرفنا فيها إن شاء الله نانسي عجرم لكن أنا سبقتك بأسبوع ما سيرش معنا السبت هذي هي السبت الجاي إن شاء الله بشكونوا معنا وإن شاء الله أيضا نطلع علينا زادة من جديد علي أحمد لأنه الخط دائما مفتوح للفنانين والمبدعين من الدول العربية الكل الله يخلي لي إياك هذا يعني ما بعرف شو بدي أقول لك هذا شرف لألي وعن جد عن جد من كل قلبي بشكرك وبشكر كل القيمين على إذاعة تطاوين على هذا الدعم يلي عم تقوموا فيه لألي يعني ما بعرف الشكر قليل عليكم الله يخليك فما الزيارة مرتقبة لتونس علي ولا ما زال مش في البرنامج؟ لا أمبالا في بالبرنامج أكيد زيارة لتونس وهيدا الشيء يعني مثل ما بيقولوا حلم وشيء حلو إنه التقي بكل الشعب التونسي في شيء عم يتحضر إن شاء الله أكيد أول شيء بيكون أنت بتعرف فيه الله يخليك يعطيك الصحة الله يخليك الله يخليك به علي أنا باش أنا شوف أنا باش ندلل عليك في اللايف نحب نسمع حاجة من عندك في اللايف
تكرم عينك. اي شنو تقترح علينا تسمعنا ليلى؟ هسمعك مقطع صغير من قول لي عمل لك ايه. به يلا احسن حاجة. يلا حبيبي. الله يخليك. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقى عين قلبي والفكر اللي جاني، اه من الاتنين والله اخدوا مني ليالي. كل ده كان فين قولي، كان ملك ومالي، قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه، وانت الغالي عليه، الغالي عليه، قولي. على صوت علي، ان شاء الله الصوت هذا يكون حاضر في مهرجاناتنا. هذا برشا اللي حيوك. عادل بالطيف، اهلا بالنجم اللبناني علي احمد، الصوت الرائع. اعطينا حاجه به، حفظ شي حاجه تونسيه علي. لا بس بحضر لك ما شاء الله. ان شاء الله معنا قريبا سمعني حاجه تونسيه. هيلا للشاب شو اسمه؟ عادل بس. اسمه عادل. ايه عادل، انا بحييك حبيبي، وان شاء الله بيكون باطلالات تاني اكيد احضر شيء تونسي، ان شاء الله يمكن يكون شيء خاص مثلا. ان شاء الله ان شاء الله، علاش ليه؟ ان شاء تونسي ليش لا. وعجبني الشاب اللي كنت عم بسمعكم، الشاب اللي كان معك جد جد اللي العازف. اي العازف الله يخليك، هو ايضا الان في الاستماع هو لينا. يعطيك الصحة. وهذا تواصل، انه بصراحة تواصل كبير ما بين الفنانين، نحب برشا التواصل هذايا. وفما زادة بعد شوي ان شاء الله باش يكون معنا الشاب تيلالو اللي غني ايضا اللون الراي، مجموعة من الضيوف اللي ينسونا. علي انا لاحظت انه باش نسمع زادة غنية اخرى، لانه حبيت الاطلالة هذه الليلة في لمع الاف ام، من ما تمرش مرور الكرام باش نسمع برشا اغنيات ان شاء الله من اغنياتك. كذلك فما تحذير خاصة ان شاء الله الفترة هذه بالنسبة لك انت لاعمالك باش نزلهم ان شاء الله؟ اكيد هلا بتعرف انه هلا ما لا شيء نزل اغنية، وبلشت الاذاعات مثل ما حكينا تحطها. هلا في اكيد بجاي موسم الصيف، وبتعرف الصيف الحفلات بيكون اكتر شيء على الحفلات بتكون تركيز اكتر، وان شاء الله يعني اكيد لازم يكون على مطلع الصيف او بنص الصيف تقريبا في شيء اغنية خاصة، مش بقى مجددة، واضح شيء خاص ان شاء الله. بيه انا باش نسمع حاجة من عندك في اللايف، في اللايف الاختيار لك انت في دقيقتين ونص، ثلاثة دقائق نسمع منك حاجة في اللايف. رح سمعك مقطع من يا غايب للراحل رجاء بالمليح. نعم يلا. وطالت طالت طالت وحدتي، وغابت غابت غابت بسمتي، آه يا زماني، آه من يأس الأماني، آه آه يا زماني، آه من يأس الأماني، آه من ظلم الليالي، أشكي همي ومشتكالي، آه يا غايب يا غايب عن عيوني، أمان الأوان تروي عطش حنيني في غربات الأحزان، يا غايب عن عيوني، أمان الأوان تروي عطش حنيني في غربات الأحزان، يا غايب عن عيوني، أمان الأوان تروي عطش حنيني.
شكرا علي، الله يخليك. هذايا الله يخليك، هذايا سمير بلطيف، لكم احب الاصوات اللبنانيه حتى في طريقه الكلام. باهي شكرا حبيبي. سلام لك كمان، الله يخليك. بصدق معناه اسعدتني الليله علي، وان شاء الله في الثلاثه الجايه نحضروا حاجه تونسيه، ونحضروا ايضا لانه باش نسمعوا ايضا اغنيه اللي كانت من الاستوديو هنا لمضاء للنجم اللبناني علي احمد. شرفتني الليله في لمتنا، ان شاء الله مزيد من التوفيق ليك. الله يخليك علي حبيبي، انا هذا الشرف لي، وبسلم على كل السهرانين معك واللي حيونا واللي سلموا علي، وان شاء الله يا رب يكون عند دائما عند حسن ظنهم، ويكون دائما متواجد. وبرجع بشكرك وبشكر إذاعة التطمين على هيدا الدعم، وإن شاء الله بكون معك مرة تانية يا رب. أكيد بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله موفق ديما. شكرا شكرا النجم اللبناني علي أحمد على قبول الدعوة. نسمعوا لعلي أحمد. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والقمر تبقى عين قلبي والفكر اللي جاني من الاتنين والله.